الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة، وتتعلقنا طبعا بفرض الأول من الدورة الثانية المكون التربية المدنية. القسم هو طبعا الخامس ابتدائي. إذا نشرع على بركة الله. أولا عندنا هنا التمرين الأول، يقول أعطي بعض أخطار التدخين، أعطي بعض أخطار التدخين. ثم هذا التمرين الأول، السؤال الأول. السؤال الثاني، نعم، كيقولوا لنا اختاروا التصرفات السليمة بوضع علامة في الخانة المناسبة. إذا التصرفات السليمة، التصرفات المحتملة، أوافق لا أوافق، أبتعد عن المدخنين ولا أجالسهم، التدخين يكسب الأطفال نوعا من الاستقلالية، هل أوافق أم لا؟ أقول دائما لا لمن يقدم لي سيجارة، نعم، واش أوافق أم لا؟ أنصح أقراني بعدم التدخين لأخطاره على صحتهم، لأخطاره على صحتهم. إذا سأضع علامة في المكان المناسب. بعدها نمر إلى طبعا التمرين الثاني. هو التمرين الثاني يقول لنا، هادو طبعا شبكات التواصل الاجتماعي، طلبوا منا أسمي شبكات التواصل الاجتماعي التالية. نعم، هاد الرمز هذا، ثم هذه وهذه. طبعا عندنا هنا ستة، 1 2 3 4 5 6، أضع اسما، اسم كل شبكة للتواصل الاجتماعي طبعا في المكان المناسب. هنا طبعا بالنسبة سأضع اسم هذه شبكات التواصل الاجتماعي. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثاني. نعم، إذا سنمر إلى طبعا التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول يقول لنا أذكر بعض الفوائد التي يجنيها الأطفال من استعمال الإنترنت. أذكر بعض الفوائد التي يجنيها الأطفال من استعمال الإنترنت، كل شيء 4 ولا 5. ثم بعدها عندنا هنا أصنف أخطار استعمال الإنترنت حسب الجدول. إذا آلام في الظهر والعنق والعينين، ثم هنا العزلة النفسية، ضعف في التواصل الأسري، نقصان الرغبة في التعلم والتحصيل، إهمال الواجبات المدرسية، مشاكل في العمود الفقري لطول مدة الجلوس. احنا غنصنفوهم هنا، ولكن حفظوهم يكونوا عندكم هذه الأفكار هذو، باش تعطيني بعض الأخطار تكون عندك أفكار. إذا المشاكل في الصحة، سنصنف المشاكل في الصحة هنا من خلال هذه الجمل. مشاكل في الاندماج الاجتماعي، ثم تراجع مستوى التحصيل الدراسي، تراجع مستوى التحصيل الدراسي. إذا هنا مطلوب منا تصنيف هذه الأخطار استعمال الإنترنت حسب طبعا اللي هي تتعلق بمشاكل صحية أو اندماج اجتماعي أو تراجع في المستوى التحصيلي. الآن طبعا سنبدأ ب الإجابة عن الأسئلة. سنجيب عن التمرين الأول، هو أعطي بعض أخطار التدخين. نعم، إذا بعض أخطار التدخين هو أصلا طبعا هنا يدمر، نعم أعتذر، هنا يدمر طبعا صحة المدخن. نعم، نكتبه هنا، يدمر صحة المدخن. نعم، ثم أمراض عديدة، هناك أمراض عديدة، كنا مثلا السرطان، سرطانات، ثم يسبب في مشاكل صحية، مشاكل صحية لمن للأسرة، تدخين سلبي، يعني واحد ما تيدخنش، ولكن اذا كان واحد في الاسره كيدخن راه كيتال غير المدخن، حتى هو يستنشق ذاك طبعا الهواء الضار طبعا، وكيسبب مشاكل صحيه للاشخاص القريبين من المدخن. هذه بعض الاخطار نكتفي بها. دابا هنا سنمر الى التمرين الثاني، اختار التصرفات. نعم، جرو هذه هنا باش تبان الصوره. اختار التصرفات طبعا السليمه بوضع علامه، تصرفات محتملة، وهنا أوافق لا أوافق، أبتعد عن المدخنين ولا أجالسهم. نعم، أوافق، خصني أبتعد من المدخنين.
التدخين يكسب الأطفال نوعا من الاستقلالية. لا، التدخين لا يكسب الأطفال نوعا من الاستقلالية. أقول دائما لا لمن يقدم لي سيجارة. نعم، أوافق، أقول له دائما لا. أنصح أقراني بعدم تدخيني لأخطاره على صحتهم. نعم، أوافق، أنصحهم على تجنب هذا، طبعا تجنب التدخين. بالنسبة لهذا التسمية ديال هذا، هما هنا عندنا هذا معروف الفيسبوك، ياك الفيسبوك، أعتذر على الكتابة، لأن ثم هنا الواتساب، الواتساب، هذا تويتر، تويتر، هنا اليوتيوب، اليوتيوب، عندنا هنا طبعا انستغرام، انستغرام، هي اي انستغرام، وهذا معروف، هذا جوجل بليس، جوجل، جوجل بليس يعني بلاس، وهذا قلنا تويتر. اذا هنا الفيسبوك، الواتساب، تويتر، اليوتيوب، انستغرام، جوجل بلاس، هادو شبكات التواصل الاجتماعي، طبعا امثله عن شبكات التواصل الاجتماعي. الان نمر الى التمرين الموالي. هنا قال لك اذكر بعض الفوائد التي يجنيها التلميذ من الانترنت. اذا من بين الفوائد عندنا الولوج الى المعلومات، كيدخل يشوف ياخذ معلومات، الولوج الى المعلومات والمعارف، الولوج الى المعلومات والمعارف والوثائق التربويه والوثائق، ثم يعني طبعا التواصل يعني التعبير عن الافكار، التعبير عن الافكار والمعلومات، التفاعل الايجابي مع الاسره، التفاعل الإيجابي مع الأسرة والأقران، مع الأسرة والأقران، ثم طبعا كنا اللعب، الترفيه، اللعب والترفيه يقصد فيها ألعاب، وجود ألعاب، وجود أفلام، وجود قصص، نعم، كتب، كلها موجودة طبعا في الإنترنت. هذه بعد هنا قالوا لنا أصنف، نمر إلى السؤال الموالي عن صنفها، قلنا عن صنف هذه الأخطار إلى اللي يتعلق مشاكل صحية، مثلا آلام في الظهر والعنق والعين، هذه صحية، آلام، نعم، في الظهر، الظهر، الظهر والعنق، والعنق والعينين، كتابة، أعتذر الكتابة. العزلة النفسية، هذا اجتماعي، هذا مشكل اجتماعي، العزلة النفسية هذا مشكل اجتماعي، ضعف التواصل الوسطي هو مشكل اجتماعي، ضعف التواصل، ضعف قلنا التواصل في التواصل الأسري، في التواصل الأسري، ثم نقص الرغبة في التعلم، هذه كتعلق بالتحسين ديال التراجع، نقصان الرغبة ديال نقصان الرغبة في التعلم والتحصيل، في التعلم والتحصيل، والتحصيل، ثم إهمال الواجبات، تراجع، إهمال الواجبات المدرسية، ثم مشاكل صحية، مشاكل في العمود الفقري، هذه مشاكل في العمود الفقري، غنكتبوها هنا، مشاكل في العمود الفقري طبعا لطول مدة الجهد، هذه نكتبوها هنايا، هذا